سلامات يا دبديبو، ايش صار؟ ليه مردت يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ لا سدام سدام دبدب سدام انت يا دبدب. مش احنا لما نيجي نمشي بقعد اقول لك يا دبديبو؟ بص معايا، ركز معايا بس، ما تحطش حاجات غريبه في بقك يا دبدب وانت بتصمم يا دبدب، صح؟ مش انا بقول لك كده بذمتك، بقعد اقول لك يا مامي ما ينفعش. ها سلامتك يا سدام. طب يلا سدام برو. يا روحي عليك، سلامتك يا روح قلبي. انت طبعا كلنا عارفين احنا نازلين نتمشى ليه، عشان خاطر مين؟ في نص الليل، مش نص الليل قوي يعني، بس يعني في الضلمه، الشتا داخل يا دبدب. ها مش هتمشي كلمتك عليا؟ يا لهوي، حقق استنوا الثلاثه. الكهرباء كانت قطعه ولسه جايه دلوقتي، قلت منزل امشيهم بالبيجامه. والله العظيم بكامل شياكتي واناقتي، ولا يهمني.